مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة بأن نستضيف سيدة أعمال ناجحة، ومن زاوية سيدة الأعمال الأكثر نجاحا رحبوا معي بمدام صفاء صاحبة ومؤسسة S11 بيوتي سالون. بداية صدى الله أوقاتك، أهلا وسهلا فيك. حياك. مدام، في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية في دولة الإمارات، وكيف جت لك فكرة تأسيس المشروع؟ أوكي. مرحبا، شخبارك؟ يا اهلا وسهلا فيك. هو اون جنرال، يعني انا صار لي تقريبا فوق 10 سنين في الدوله. اول بداياتي كانت في شغل العقارات، لانه اوريدي دراستي ماركتينج واقتصاد، فدايركتلي رحت للعقارات لانه بتعتبر من احسن البزنس هني والمهن، فاشتغلت فيها مده طويله. بس كان دائما عندي هدف انه اسوي بزنس خاص فيني، وبالاخص في دوله الامارات، لانه بتعطيك فرصه انك تبدع وانك تعمل اشياء خاصه فيك. فحاولت انه اشوف البزنس الموجود، اشوف الشيء اللي انا بيستهويني كامراه اكيد. فاوتوماتيكلي انا كنت من النوع اللي بحب الجمال، بحب الاهتمام اكثر شيء، فاتجهت لهالموضوع. وكنت حاطه دائما هدف انه في يوم من الايام حاعمل شيء خاص فيني، حطوره. فاجت الفكره تبع S11 انه اعمل بيوتي سنتر يكون مميز عن باقي البيوتي سنتر، وبما انه بزنس يعني حلو ودائم بالنسبه لي، اهم شيء انه دائم. جميل جدا. مدام، حابين نعرف الخدمات اللي بيتم تقديمها في S11 بيوتي سالون. حلو. بالنسبة لS11 هو عبارة عن بيوتي سنتر، أكيد فيه كل الخدمات اللي بتهم جمال المرأة، من شعر، من ميك اب، من نيلز، من حمام مغربي، من مساج، من حنة وزيادة وفواكسينج، وكتير أشياء فينا نقدمها لجمال المرأة. فالخدمات اللي عنا بترضي جميع المستويات، لأنه بما بتعرف أنه الإمارات كدولة بتجمع فيها كل الجنسيات، فأنا بدي أرضي كل الجنسيات، يعني من الوافدين لللوكلز لكل الناس لازم نرضيهم أكيد. جميل جدا. مدام، زي ما أنت عارفة أن في منافسة شديدة في دولة الإمارات، وفي كثير صالونات في دولة الإمارات، حابين نعرف سر التميز، ليش الزباين عم يجوك مرة واثنين وثلاثة؟ حابين نعرف التميز. أكيد. شوفوا، بالنسبة لS11 هو عبارة عن روح، عبارة عن شيء إيجابي، مو بس إنه والله بيوتي سالون فيه سيرفيسز. أنا يعني أي زبونة بدها تجي لعندي ما بدي إياها بس تجي عشان والله تتجمل وتطلع عادي، بدي إياها تجي بدي أنا أرضيها نفسياً ومعنوياً قبل ما أرضيها كجمال. فجمال النفسية بيهمني كتير، الطاقة الإيجابية بتهمني كتير، إنه أكون راضياها وطالعة من عندي كتير مبسوطة. جميل. فأهم مميزاتي إنه بدي نفسية الزبونة تبعي تكون حابة كل شيء، من تفاصيله، من كلام، من استقبال، من سيرفيسز، من كل شيء. وأكيد يعني S11 هو بحد ذاته، يعني كيف إحنا مسويين الديكوريشن وكيف عاملين كل شيء، كله عاملينه ليخلي النفسية مرتاحة للزبونة. جميل جدا. كسيدة أعمال ناجحة وبدأت عملك في مجال ريادة الأعمال، حابين نعرف النظرة المستقبلية لإلك بعد 3 سنوات. أوكي. بالنسبة لنظرتي المستقبلية، صراحة شوف، كل واحد بيكون عنده طموح، أنا عندي أكثر من طموح. ما بقول أحلام، لأنه أحلام ممكن ما تتحقق. أنا أهدافي أنه تكون هلا بالنسبة للS11 كبيوتي سنتر، فأكيد من البديهي أنه إن شاء الله حيكون لها أفرع كتير في الإمارات، وهذا شيء عادي بالنسبة لي. بس كهدف يعني بحسه انه كتير بدي اوصل له، انه يكون عندي براند خاص فيني لكل برودكت تبع S11 مثلا. يعني بدك تفوت زبونة لعندي، بدك تلاقي كل برودكت ومنتج طبيعي للشعر، للميك اب، لكل شيء يكون S11 براند. باذن الله، اكيد بنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وتحقق احلامك باذن الله واهدافك. مدام صفاء، اكيد في حياة كل شخص يوجد داعمين، حابين نسمع منك رسالة شكر للاشخاص اللي دعموكي في بداية حياتك وفي المشروع الخاص لك. أكيد. الحمد لله والشكر، يعني أكيد رب العالمين بيكون معنا كلنا يعني. وأكيد شكر خاص لأهلي اللي ساندوني في كل حياتي وبعدهم مسانديني، وشكر خاص جدا لزوجي اللي هو كمان يعني مساندني بطريقة كتير قوية، وكتير يعني إلى دور في كل شيء أنا بوصل له. فشكر خاص كل هيال اللي كانوا في حياتي وساندوني. أكيد بنقدم لهم التحية والله يعطيهم العافية. أمين يا رب. مدام، إحنا عايشين في بلد الأمن والأمان، دولة الإمارات العربية المتحدة، شيوخ الدولة ما قصروا
قدموا لنا الدعم اللامتناهي ووفروا لنا البيئة الخصبة والأمن والاستقرار. حابين نسمع منك رسالة شكر لشيوخ الدولة. هلأ بدون ما تحب تسمع مني أنا أكيد يعني هذا الطبيعي لازم مو أشكرهم، ما حيكفيهم شكر. هلأ هذا كله اللي حكيناه لا على البيوتي سنتر ولا على أنا كيف ولا كل شيء، هو كله أساسه في الأصل هو الدولة نفسها. هلأ رسالة شكر عظيمة لشيوخ الإمارات على رأسهم الشيخ محمد بن زايد رعاه الله، الشيخ محمد بن راشد رعاه الله، وكل حكام الإمارات. وأكيد بشكر الشيخ سعود بن ثقر القاسمي لأنه أكيد يعني بما أنه أنا في رأس الخيمة، مشروعي في رأس الخيمة، فأكيد شكر خاص لكل الشيوخ كلهم، وبهنيهم بالعيد الوطني القادم إن شاء الله. وإن شاء الله دولة الإمارات تكون دايماً دولة أمن وأمان واحترام وقانون وعدالة لكل الجنسيات. شكراً كثير لرسالتك الجميلة، وأكيد بنتمنى دائماً نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات، والله يطول في أعمار شيوخ الدولة. أمين. قبل ما أختم البرنامج حابة أعرف الموقع الجغرافي لـ S11 Beauty Salon، وين إحنا؟ إحنا هين S11 Beauty Center، موجود في رأس الخيمة، موجود جنب الراك مول عند شوكولالة بالضبط. مشاهدين الكرام، أرقام التواصل والموقع الجغرافي أسفل الشاشة. مدام صفاء بنتشكرك كثير وبنتمنى التوفيق والنجاح بإذن الله في المستقبل. مشاهدين الكرام، وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.